السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم بالخير. مرحبا بكم في قناتي لديليس دو بوتي. ما تنساوش البنات اللي جاو جدد، ما تنساوش الاشتراك في قناتي وفعلوا زر وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دونك اليوم جبت لكم وصفة سردين صوص طوماط كيما السردين اللي تتباع في لي بواط. انا السردين تاعي حكمته نقيته، نحيت له الراس، نحيت له الاحشاء بيان سور، خليت له السلسول، خليت الحبه هكا مجموله فوالا كيما هكا، حطيته يقدر في كسكاس كيما راكم تشوفوا هكذا. دركا رايحين نديروا له دابور هنا نفرغوا، بسم الله نفرغنا السردين تاعي هكذا. نخليهم هادو دو كوتي. راح نجيبو الهراس تاعنا كيما هاك، نحطو فيه سنين. انا عندي بتيت كونتيتي، دونك نحتاجو سنين توم، ونحتاجو الفلفل الاحمر هذاك بالربيد هذاك اليابس. فوالا نحطوهم في المهراس تاعنا. اللي ما عندهاش مهراس تستغنى عليه، سي با غراف، تحيتون تاعها برك وتحط كل شيء مع بعضها، تخلطوا كل شيء مع بعضها. عندي شويه هريسه، اللي يحب الحار، اللي ما يحبش الحار يستغنى عليه ثاني هكذا. عندي ملح، تحتاجوا ملح، فلفل كحل، بسم الله. نحتاجوا فلفل كحل، ونحتاجو كمون. هذا واش تحتاج، هذا واش نحتاجو في السردين تاعنا. فوالا كمون، انا رايحه نكرازيهم هكا. نزيدو معاهم طوماط كونسونطري، انا هنا درت مغرفه تاع طوماط كونسونطري هكا. من المهرس تاعي شوي صغير، انا جينيرالمون نستعمل تاع النحاس، لكن التوابل نستعمل هذا برك مليح. فوالا نخلي هذا الدوك كوتي، بعد نشغلهم نبقى ندك فيهم مليح حتى يدخل كل شيء في بعضه. فوالا خلطتهم مليح في بعضهم، دوكا نفرخهم هنايا، نفرخ كل شيء. هذه دوك نشدوها صالح، السردين تاعنا هذه تحتاج كمية كبيرة تاع الزيت، تجي مزيتة، الزيت هو اللي يمدلها البنة ويخليها طيب مليح. دوك انا هادو دوك من بعد نشد لهم ونضيفهم معاهم هكذا. شوفوا انا في الكونتيتي هادي راح ندير قيمة 6 مغارف هكذاك تاع الزيت. انا نكيل لكم بالكاس هذا، ندير لكم بسم الله نص كاس. بسم الله باسكو كي تجي بالزيت تجي بنينه ما شاء الله. فوالا هكذا الماء ما نكثروش، قيمة زوج مغارف تاع العشاء برك، نحرحر هادو فيهم وخلاص. فوالا هاكا نكمل نخلط، نزيد نجيب زوج مغارف ماء هاهم. المي هاني عندي راح نشدل بيها انا هادو هكذا. Voilà.
حرحروهم هكا مليح. الطوماط تاعنا ما تبقاش جامدة، لازم تذوب. هنا راهي غنزيد شويه ما قيمتوش مغارف اخرين هنا باش تتحرحر الطوماط تاعنا مليح. هذه الوصفة كانت تديرها لنا ما لا يرحمها، ما تنساوش لي تعدي منا تدعي الوالدية بالرحمة، كانت تديرها لنا تجي تهبل. بسم الله هكا نحطو هك بسم الله. ما نخليه والو يضيع، نحيو كل شيء هكا. هنا بسم الله خلطوهم هك شويه. السردينه تاعنا جوست تدخل فيها هكا، تدخل فيها الدبابات هكا. تشوفوا تشهي تشهي، ونجيبو لا كوكوت تاعنا، نجيبو لاكوكو تاعنا ونحي نحطو السردين هادي كامل، نسنيوها لاكوكوت. نحطوها طيب، هاهي ما تديش وقت كبير، نقفلو عليها لاكوكوت راح تدي من 5 حتى 10 دقايق فقط. هكدا شوفو كيفاش، هكا نقصو لها النار ونحطوها طيب، نرجعوا فيما بعد. بعد ما جست عليها بريسك 15 مينوت، انا دوكا رايحه نحل عليها لا كوكوت. بسم الله مانيش حابه ندور البطاطا لا كوكوت سينو رايحه نبان فيه. فوالا هذه هي السردين تاعي، راهي طابت انا راح نطفي. شوفوا راهي تشهي، شوفوا ماهيش لاصقه، دونك رايحه جوست نحطها لكم في صحن التقديم. هلا بسم الله. هادي هي السردين تاعنا، دوكا انا رايحة نحطها في الصحن، هاهي تبانلكم مليح، لاصوص تاعها لابيا، ويجي هذاك فيها ديدام هذاك، هذاك هو اللي راح يزيد فيها البنة، دوكا حطوها في صحن التقديم. هادي هي النتيجة النهائية تاع السردين تاعنا بلاصوص طوماط، شوفوا هاهي ما شاء الله، شوفوا كيفاش طيبة. شوفوا لاصوص تاعها، شوفوا وحدها هاي طير، لاصوص تاعها تهبل فيها هذا ليدام، هذا الزيت هذا بيان سور راح يكون كيما اللي تصبغ في لي بواط. البنه ما نحكي لكمش، اصلا وانا ندوقها معاكم نحيي بتي مغصو. بسم الله تهبل تهبل، دونك ما تندموش كي تجربوها، راح تجيكم سورتو كي ديروها بيكونت راح تجيكم شويه حاره، الحرور هذاك راح يمدلها واحد البنه ما شاء الله. دونك ما تنساوش تجربوها وتبعثوا لي على الصفحه، تبعثوا لي في قناتي، وما تنساوش اوسي الاشتراك في قناتي وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بارطاجي افيك فوزامي سيلو بلي. مع السلامه، في امان الله.